السلام عليكم، كيفكم جميعا؟ معكم اخوكم فهد مسفر او الملقب بفهد التمساح، وفي هذا الفيديو راح نتكلم عن كائن عجيب وبطيء بطيء بطيء جدا. اهلا بالجميع، تعال حبيب قلبي. اول شيء انا حاب اعتذر اذا كان التصوير مو واضح، لان هذه اول مره نصور في الليل. ليش قاعد اصور في الليل؟ لانه الحيوان اللي حابين نصور عنه ونتكلم عنه فتره نشاطه في الليل، فحين مضطرين ان نصور في الليل. والله لك الحمد، اليوم نزلت علينا امطار خير وبركه، فالاجواء هذه تساعد انه ينشط هذا الحيوان اذا كانت النباتات مندية وعليها الندى وفيها شوية رطوبة، فالكائن اللطيف هذا يكون بين النباتات. ليش؟ لانه يتغذى على النباتات. خلونا ندور عليه. غريبة، مع انه يعتبر من الكائنات الشائعة، سهل انك تحصله في الوقت هذا اللي يكون الجو فيه براد ونسمة هواء بارد ومندي شوي. تعال 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 تعال، يا اهلا وسهلا. في مجموعة هنا طيبة، تشوف تشوف اللي موجودين، راح تحط عليه زوم تشوف. خلينا نشيل هذا، تعال تعال شوف هنا. حابين نتكلم عنك شوي من الحيوانات الخجولة اللي بس مجرد انك تلمسه يختفي داخل صدفته. خلونا نتكلم عن الكائن اللطيف هذا اللي تشوفونه قدامكم، اللي هو الحلزون الصحراوي او القوقع الصحراوي. من الكائنات العجيبة يا جماعة الخير، تركيبة جسمه شبيهة بالسلايم، شيء لزج، حتى هو يمشي على يدي الحين قاعد يفرز سائل لزج. ليش؟ لانه اغلب تركيبة جسم هذا الكائن عبارة عن ماء، يعني نقدر نقول من 80 إلى 90% من تركيبة جسمه عبارة عن ماء، فبالتالي الحلزون ما ينشط في النهار. ليش؟ لأنه لو طلع في النهار الشمس راح تبخر جسمه وبالتالي راح يموت، فعشان كذا النشاط دائما يكون في الليل. وأكثر فترات نشاط الحلزون هي فترة الشتاء، لكن أنا أصور الحين في الصيف في شهر أغسطس، لأني في أبها، وأبها صيفها بالنسبة لباقي مناطق المملكة شتاء، ويلوموني في أبها. ما عليه، خلونا نتكلم عن الكائن اللطيف وتركيبة جسمه. يتركب جسم الحلزون من 3 مناطق، اللي هي الرأس والقدم والحدبة. الحدبة هذه تكون موجودة داخل الصدفة، لكن الرأس والقدم نسميها مع بعض رأس قدم. ليش؟ لأن ما أقدر نميز منطقة الرأس عن منطقة القدم، فنسميها رأس قدم. والحلزون يتبع شعبة الرخويات من اللافقريات، بمعنى انه يصير ولد عم الاخطبوط والحبار من بعيد، كلهم يتبعون شعبة الرخويات لكنهم من طوائف مختلفة. لو تلاحظون هنا يا جماعة الخير، في تركيب شبيه قرون الاستشعار موجود على الحلزون، تسمى باللوامس الخلفية. في اعلى اللوامس الخلفية هذه توجد اعين الحلزون، وسبحان الله لو لمست عين الحلزون يقدر يدخل عيونه داخل تجويف في جسمه، وهذه وسيلة دفاعية بحيث انه لو حد هاجمه يقدر يحافظ على عيونه. وتحت اللوامس الخلفية في لوامس امامية اقصر منها، وبعدها يوجد الفم. وركزوا معي يا جماعة الخير، انتم متخيلين يا جماعة الخير انه يمتلك 16,000 سن كايتيني دقيق؟ واو، تعبت انا اقول الرقم، يعني حيوان شره بما تعنيه الكلمة. وغير كذا الأسنان تتجدد بشكل مستمر. الكائن هذا مأذينا صراحة، يعني عندنا حوض في البيت فيه نباتات زارعينها حبق، نعناع، بعض الورود، دمرت علينا هذه النباتات
لأنه موجود عندنا حلزونات قاعدة تأكل وسببت لنا مشاكل. لو تلاحظون يا جماعة الخير حركة الحلزون بطيئة جدا 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 يا صبر الأرض. في معلومة غريبة يا جماعة الخير ما تعرفون عن الحلزون، عدو الحلزون اللدود وأسوأ كوابيس الحلزون اللي هو الملح. لو حطيت ملح على الحلزون راح يذوب واحتمالية كبيرة انه راح يموت. ليش الحلزون قاعد يذوب من الملح؟ راح اجاوبكم. زي ما قلت لكم ان الحلزون يتركب جسمه بنسبة كبيرة من الماء، نقدر نقول 90% من جسم الحلزون عبارة عن ماء. فممكن سمعتوا هذا المصطلح اللي هو الضغط الاسموزي في العلوم او في الاحياء. الضغط الاسموزي هو عبارة عن انتقال الماء من الوسط قليل الملوحة الى الوسط كثير الملوحة. فالحلزون جسمه عبارة عن وسط قليل الملوحة مقارنة بالصحن اللي كان مليان ملح، فبالتالي انتقل الماء اللي موجود في جسم الحلزون الى الصحن، فبالتالي ذاب الحلزون. فآسف للحلزون اللي انا سويت فيه التجربة هذه، لكن ابشركم انه باقي حي. وبعد ما سويت التجربة حطيت عليه شوية مويه بحيث انه يعوض المويه اللي فقدها. في النهاية سواء واجهت فيلاً ضخماً أو حلزون صحراوي، فإن هدفي هو أن نرتبط بهم وأن نجعل لهم صوتاً. أشوفكم على خير، في أمان الله.